مساء الفل، ازيكم؟ مع الستيك النهارده هنعمل بطاطس جراتان، حلوه جدا وسهله جدا. تعالوا نشوف المكونات. اول حاجه دي البطاطس اللي هستخدمها، قشرتها خلاص. هحتاج دي عشان اقطعهم حتت رفيعه، دول معلقتين زبده كده يعني كبار حلوين كرم. دي توابل روزماري وبابريكا اوريجانو، انا بستخدم سيزنز ميكس. وهستعمل كوبايه لبن، كوبايه كريمه، ملح وفلفل. وتعالوا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هعملها اني احط كوبايه لبن على النار علشان اسيح الزبده. احط هنا الزبده، انا عايزه الزبده تسخن. وعلى فكره البطاطس بتحتاج ان هي تتبل يعني نايسلي، فايه كرم. انا بحط اهو التوابل هنا، اول ما تسخن هوريكم هنعمل ايه. البطاطس بعملها كده بالمبشره، المبشرة دي اختراع، اخدوا بالكم طبعا لانها حامية موت. سخن اللبن، هحط عليه كوباية كريمة، هستخدم بوك او المراعي او اي حاجة تحبوها. مش عايزة الكريمة تغلي، انا هحط في النار خلاص، بس هحط الخلطة دي على البطاطس. شوية جبنة، دي موتزاريلا، ممكن تحطوا اي جبنة، ايدام، تشيدر، جودة. شوفوا قطعنا البطاطس رفيعة ازاي، هحط عليها ملح وفلفل. وتاني التوابل، الروزماري والزعتر والبابريكا والحاجات دي بتمشي قوي مع البطاطس. هقلب تقليبة في الاكل. على فكرة حلو ان انتوا تتبلوا في كل مرحلة، يعني الصوص فيه توابل والبطاطس نفسها كمان. دلوقتي بقى هاخد الصوص ده بقى جبنة برضو ساحت واحطه هنا. هقلبهم دلوقتي، هنقلهم بقى. طبعا هو ممكن من الاول يبقى في الصينيه دي، بس انا كنت عايزه اقلبهم كويس قوي من غير ما اطراف الصينيه دي تبقى مش نظيفه. والترتيب على فكره مش هيفرق، يعني المهم ان هو يبقى ايفن، يعني ايفنلي سبريد كده في الصينيه. بصوا بطبطت كده كل النواحي عشان اتاكد ان هي ايه، يعني ايفن، ما تبقاش حته مليانه قوي وحته لا كده. شكلها حلو قوي، شايفين ده كميه اللبن يعني، والصوص حلو قوي. رشه جبنه كده من اللي قلبك يحبها في الاخر. وبعدين هنغطي الفويل ونحطها مثلا 40 دقيقه من غير فويل، بعدين نشيله ونحمر ونشوفك بعد 40 minutes على 200. بعد 45 minutes هنشيل، we're gonna remove the cover. كريمي وتحفة. وادي البطاطس الجراتان.